حقي حقي لك حقي. هلو عيني، هلو بن عمي، شلونك بن عمي؟ يا معول شنو شلونك بن عمي؟ لا تسمع الصوت، هاي صار عركه كلش كبيره. لا تخاف لا تخاف، ماكو شيء ماكو شيء. هاي العركه اكيد ببيت جيرانك ابو سعد. لا لا عاد اكيد ببيت جيرانك ابو رعد. لا لا بن عمي. اي صحيح هم بيوتهم هادئه، بس انا متاكد هذا صوتهم. بن عمي جيراني بيت ابو سعد وجيراني بيت ابو رعد يتعاركون، بس ببيتي ابن عمي. اخ تخلي اسوي لفه. لا ما اريد شبعان، استق لك بيضه. معود ما اريد. زين حقي يعني انت ليش ما تطردهم؟ ليش تخليهم يتعاركون ببيتك؟ مو انا حقي مغبون ابن عمي. لا حقي هي ما لها علاقه بالاسماء، على حكايتك نجوى كان يوميه تعزم لها واحد. كاظم الساهر نام بستة الصبح. اي وراغب علامه يحطوه بالتقاطع. اي وديانا حداد عيونها تروح من اللحيم. ورابح صقر ما يخلي ولا ارنب بالغابه. اي وهلا قصر ما تلوح الكاونتر. وكمال الطويل من يفوت يدنق من الباب. ابن عمي مو اخوتي بالبيت يدافعون عن جيراننا اكثر ما يدافعون عني. دخلي اسوي لك لفه. لا شبعان استق لك بيضه. بدي اقول لك شبعان. حقي هذا حرامي بايق بيتك. لا تخاف لا تخاف ماكو شيء، هذا حرامي يهرب كم شغله. لا حقي انت لازم تسيطر على المنافذ مال بيتك. مو المنافذ تنفس. ما يصير لازم تسيطر. اسيطر على المنافذ؟ طبعا. دي خلي اسوي لك لفه. لك ما اريد. اسلق لك بيضه. اقول لك شبعان. بحصلف. لك حقي هذا الحرامي وقف يمك وكشف اللثام مالتي. لزمه ضربه اسوي له شيء بلغ. اسوي لك لجنه. لجنه شنو؟ لجنه تقص حقائق ابن عمي، تنبثق عنها لجان فرعيه. هاي طويلة وعريضة. لا عاد خلي اسوي لك لفة. ما اريد شبعان. اسلق لك بيضة. يابا ما اريد. طن جداحة. ما ادخن ابن عمي، انا ما ادخن. لك اريد جداحة وهسه. ابن عمي انا ما ادخن، بس هاك هذا ربع، روح اشتري من الاسواق ابن عمي. لك؟ انت ليش ما تدخن؟ اوعدك من الاسبوع الجاي راح ادخنه وبشراها. هذا الدرب بكتب منك هسه. راح اوديه حتى الحد ارجع ابوقك درب ثاني. ابن عمي دا تبوق دا تشيل، سوي درب واحد احسن لك. لك؟ دخل سوي لفه. ما اريد. استق لك بيضه. شلك؟ مع السلامه ابن عمي. لا حقي هيك ما يصير، انت هذا الحرامي مدلله، هذا راح يعوف كل البيوت ويجيبوك بس منك. بس شفت شلون ميانه انا وياه؟ يحترمني هوايه ابن عمي. لك يا ميانه يا احترامات، انت شفت ايش سوى بيك؟ دخل اسوي لك فزعه. ممنون. زين ابلغ لك الشرطه. ممنون ابن عمي، هو خطيه شو تبلغ الشرطه عليه؟ هو حتى جداحه ما عنده. لا جداحه ما عنده والبيت النهب عادي. بعدين هاي شنو هاي الصوندات المادها هنا؟ هذين الصوندات قصدك؟ اي الحمراء والخضراء والصفراء والزرقاء؟ اي مو اني الله مفضل علي والبيت مالتنا ميه قوي، فالجيران كلها تسحب من عندي ميه ابن عمي. يعني هي ما بيها شيء، بس انت اكيد مأمن التانكيات مالتك وتارسهن مي. لا ابن عمي انا اشتري مي ارو والدب ب 500، مي ارو والدب ب 500 مي. دخل اسوي لك لفه. ما بيت شبعان. اسلق لك بيضه. مو قلت لك شبعان. زين امد لك صنده. لا حول الله، انت صدق حقي مخبون. لا ابن عمي مرات الاسم ما له علاقه، يعني معناته محمد رمضان لازم يصوم الشهر. اي وحماده هلال يطلع بس بالعيد. اي وحسين غزال ياكله غزوان الفهد. وخالد الحنين يمشي ويحضن بالناس. ومحمود تركي بعد ما يحكي عراقي. واكرم رحال ما ينطوا اقامه. هلا 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 ولد عمي، شلونكم عيني؟ هلا عيني، هلا ابن عمي. مرحبا مرحبا مرحبا. هلا عيني، تفضلوا تفضلوا، بيتكم بيتكم هذا. تفضلوا عيني تفضلوا. مستحيل. حقي شو ذولا يحترموك؟ هذول قرايبنا، ياكلون ويشربون وينامون ببيتنا، بس املاكهم برا ابن عمي. اي بس مستغرب لانه كلش يحترموك. لا ابن عمي مو ذولا على قد الانتخابات، تخلص شغلتهم ويرجعون يكفهم بي. انا تدري شنو؟ شنو؟ مثل السمك ما كل مذموم. دخلي اسوي لك لفه. لا حبيب ما اريد. اسوي لك بيضه. وقلت لك ما اريد. شنو انت تغسل ايدك من الوضعيه ابن عمي؟